دلوقتي بقى لعبة سؤال بسؤال. انا هقول على موقف دلوقتي معين بيحصل بين اتنين، بس الحوار ما بينهم مش هينفع يكون غير بالاسئلة، وهيفضلوا كده سؤال بسؤال لحد ما واحد فيهم يغلط او يتأخر في الرد. وقتها هضرب الجرس ده وواحد تاني يدخل مكانه. الموقف بيقول: مأذون وعريس لحظة كتب الكتاب. العريس شريف، المأذون أنا، المذيع بسيب. يلا هتبدأوا. يلا يلا. أين العريس؟ يا مأذوننا جميل، ما قدامك يلا 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 يلا. أين العريس؟ حضرتك المأذون. أمال المحامي؟ هو حضرتك مش شايف الشياكة اللي أنت فيها؟ يعني أنت جاي الفرح تحرجني؟ أين العروسة؟ أين بطاقتك؟ أنت مش مصدق إن أنا مأذون؟ هل تراني مختومة على قفايا؟ هل هل أين المأذون؟ ماشي هنعدي. أين المأذون؟ مش حضرتك قلت لي إن أنا المأذون؟ يا ابني خلصني، عايزين نروح نصلي العصر بقى ولا إيه؟ لا 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 حبيبي الصلاة، خليه خليه خليه. ايوه روح شريف لبستي ولا ايه؟ خش يا مروه، خش يا مروه، خش واطلع مروه. انا العريس. صدقنا بقى والله، يعني انتوا كلكم عايزين تتجوزوا؟ عايزين نلعب مع حضرتك. يلا. اين والد؟ فين العريس يا بنتي؟ فين المنديل يا مولانا؟ انت عندك برد؟ فين منديل حضرتك؟ ليه؟ مش حضرتك هتكتب الكتاب؟ فين المأذون؟ فين العريس؟ شكرا بابا، شكرا بابا، يلا شكرا. انت اتطقصت يا ابني على العروسة. انا العروسة مش باين؟ أم إبراهيم. أم إبراهيم إزيك يا فتحي، عامل إيه؟ فين عريسك الأولاني؟ مش راح ولا أنت ما تعرفش؟ راح فين؟ راح يجيب مأذون تاني غير. فتحي شريف، فتحي شريف، انزل عود. انت متاكد انك عايز تتجوز؟ هو حضرتك لابس جزمه بيضه ليه؟